انا كان عندي حفلات بره مصر مش هنا يعني في الخليج والمغرب العربي، هي دي شغالين على ده اكتر حاجه. في ان شاء الله مشروع فيلم باذن الله وبرنامج، بتمنى وبرنامج بتمنى انه يعني يتمه، لسه كله يعني بناخد ونادي لسه كله ورشات عمل. بصوا مضاشك مش ما مش يعني مش مش مصدر موثوق منه اني اتكلم عن الحاجه غير لما تتم عشان لسه ما مضيناش، بس هو سينما دراما اكشن شويه فاهمني. انا بحب ده، بحب الستايل ده، فبتمنى انه يتم ان شاء الله. ما اقدرش اقول مين هم الفنانين لو ما حدش يعني مش ثابته لسه مين اللي مضى، بس المزيكا والله انت عارف الانتاج مش قوي يعني زي واقع شويه عندنا، وانا ما اعرفش اعمل حاجه اللي هي يعني انت عارف اللي اغاني المهرجانات والحاجات دي ما مش هتليق عليا يعني. اقنعوني اني اعملها بس حاسس انها مش هتليق عليا، مش بعرفش اعملها، بس ليها ناسها وليها جمهورها فاهمني. بس في مشروع برضو حاجه، بس هي اغنيه تركي وخدنا التنازلات بتاعتها نعملها بالمصري. يعني هي بتاخد وقت بس الحاجه دي، تمام مش انتاج، بتاخد وقت. دي كانت لهي اصلا الملحن، هو اصلا ملحن ومغني تركي اسمه سردار، رائع بصراحه وحكته. وانت عارف التراكوا عندهم الالات قريبه مننا كويس جدا، الساوندز البيت تكنو على مقسوم على ده، فانا بحب الحاجات دي. وان شاء الله نشوف بقى الموزع اللي هي يعني يخلص بقى التاتش الاخير بتاعها. يعني اسمها مش منقول، مش منقول، مش هتنقل من هنا بقى خلاص. لا مش هينفع كده، لا ما ينفعش. اي حاجه احبها لاي حد يعني. ورده يعني ما هو في غيرها. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة. مش هينفع بعد على فكرة اللي احنا عملناه ده، مش هينفع.